ترابل شوتينج. اليوم معنا عطل في احد الماكينات، صمام الميه، صمام كهربي بيشتغل باشاره كهربيه 12 فولت. الصمام مش شغال، لا بيفتح ولا بيقفل ولا اي حاجه، ولا حاسس باي حاجه. فكينا الصمام بره خالص وبنشيك عليه، فبنشوف السيجنال واصله ولا لا. هنفك السوكت ونشوف مع بعض هل في إشارة فعلا واصلة ولا فين، ونتتبع العطل للنهاية. دعونا نشاهد مع بعض. السوكت هنفكه، فك السوكت ده. نجيب الافو، الملتيميتر. دلوقتي هنقيس بالملتيميتر ونشوف هل في فعلا 12 فولت لما بنوصل السويتش من الريموت ولا لا. الملتيميتر على الفولت مستمر، وبنختبر طرفين عندما يوصل الجهد الكهربي. وصل، ما فيش اي اشارة. طبعا دي القيمة دي بالملي فولت، ما فيش اي اشارة واصلة هنا، يبقى في مشكلة في السيجنال. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنتتبع الواير سلك لأول السيجنال ونشوف هل في سيجنال جاية من البي ال سي يونت ولا لا. دلوقتي بنتتبع البي ال سي، يونت، عشان نشوف. ده طبعا الريلي بتاع محبس المية او صمام المية، الووتر فالف، تمام. ودي النقطة اللي عليها السيجنال بتروح للبلاج اللي قدام. الفيوزات كلها تمام، مفيش اي مشكلة، كل الفيوزات تمام زي ما احنا شايفين. اوتوماتيك فيوز كله شغال، كل الفيوزات دلوقتي شغالة، مفيش اي مشكلة. شغل كده السويتش، نشوف. المفروض بالسنج سويتش، الريلي ما بيشتغلش ولا بياخد اي اشارة ولا بيعطي اي جهد على النقطة، تمام. شغل تاني. يبقى كده بكل تأكيد الريلي فيه مشكلة. الريلي اولا نبدله بريلي اخر، تمام. ده ريلي جديد ركبناه، جرب. كده هيكون في اشارة بكل تأكيد. انا تتبع السلك ونشوف الاشارة وصلت هناك ولا لا. شغل سويتش. ستيل نو سيجنال، مفيش اشارة برضو لسه وصلت. يبقى اذا مفيش حل الا ان الواير اللي جاي من البي ال سي يونت من الريلي لغاية الصمام في مشكلة، مقطوع. تعالوا مع بينا نتبع الواير ونشوف هل في قطع فعلا في الطريق ولا لا. فعلا بعد تتبع السلك الواير لقينا الواير مقطوع زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنلحم الواير وبعد كده نرجع نشوف الاشارة تكون جت وكل شيء تمام ان شاء الله. بعد ما لحمنا الواير كل شيء تمام، هنركب البلاج دلوقتي وهنحط لها الرقم ده عشان الشغل يبقى مظبوط 100%. ما احنا شايفين نحط سخن. باقي التوصيل والتجربة الأخيرة إن شاء الله.
دلوقتي نجرب مع بعض الإشارة بتيجي من الريموت تروح للبي ال سي سيجنال ومنها لهذا الريلي الخاص بالووتر فالف ولا لا. تعالوا بينا ندوس ونشوف كده بعد ما وصلنا وظبطنا الأسلاك. الريلي فعلا بيشتغل وبيفصل. طبعا بلسنج ادوس اشتغل ادوس مره تانية يفصل وهكذا. تمام ايوه قرب كده بالكاميرا صوت ايوه شغال اهو تمام كده شغال وكل شيء تمام 100%. يبقى اذا العطل تم اصلاحه وكل شيء تمام. ارجو ان المعلومه اليوم تكون مفيده، درس بسيط وعملي ولكنه فعلا من الممكن ان يعطل ماكينة بالكامل هذا العطل البسيط. والسلام عليكم ورحمة الله.